صباح الخير واهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا في حلوه يا دنيا. زي ما انتم شايفين احنا اليوم موجودين بموقع مميز جدا، احنا موجودين بمتحف السيارات الملكي بمناسبه عيد الاستقلال. سيد سالم، اكثر رئيس عربي كان يحكي بالسياره مين؟ سر ما بنحكي لحد، يا وين المشكله؟ مين كان يسليك بالحزن؟ مبارك حسني مبارك. نعم، كانت عيد استقلال 67 ان شاء الله. نعم. 167 ان شاء الله. الى الامام والى البناء، واهم شيء. نعم. بفكر بالاردن هو البناء، نكمل بناء المشوار ونكمل بناء الاردن. نعم. ذكرى ميلاد الراحل العظيم الملك حسين، شخصيه صاحب الكاريزما الرائعه العظيمه، ليس فقط على مستوى الاردن ولكن شخصيه عالميه وانسانيه، اعتقد البشريه يعني لن تنساها لفترات طويلة. يعني أنا كانت علاقتي مع جلالة سيدنا الله يرحمه، عمري بحياتي ما كنت يعني كان يعاملني كولد من أولاده، عمري ما شعرت إنه الملك حسين إلا هو قريب مني وإنسان بسيط جدا جدا. يعني كثير قريب من الناس و متواضع ومتسامح ومحبته كبيرة للناس. موضوع القدس بالنسبة لسيدنا الله يرحمه كان قضية نسبة أساسية، قضية الفلسطينية أساس، لكن القدس كان فيه له ارتباط فيها غريب الشكل. كان حلمه أنه القدس تعود. حلقتنا اليوم احتفالية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله، اللي أكيد بنتمنى له الصحة وطولة العمر يا رب. طبعا كل عام وهو سالم، وايضا ان شاء الله يعني عائلته سالمه، بنصبح عليهم جميعا، وايضا عائلته الكبيره الاردنيه، وايضا الاردن وشعب الاردن، وان شاء الله يعني محبي الاردن دائما هم بخير. حضرتك كنت موجود وقت اول قفزه قفزها جلاله الملك عبد الله امام جلاله الملك حسين الله يرحمه يا رب، رحمه الله عليه. ستي، اول شيء سيدي عبد الله كان موجود في فريق الصقور الملكيه في زياره. انا كان عندي برنامج قفز في طياره مدنيه اسمها ايلاندر في قدام مبنى الصقور الملكيه، فكان في تحدي بيني وبين شاب من المهندسين طيران على الساعه اللي في ايده، انه اذا بنزل فوق اكتافه باخذ ساعته. فهو قاعد بجنب الهنجر، نزلت وسويت ستول في الكنبي ونزلت على بدي انزل على اكتافه، هرب جوا فتركت المظله ودخلت وراء على الهنجر عشان ما يعطيني الساعه، هرب. تفاجأت انه سيدي عبد الله كان طالع من المكتب وشافني فيس تو فيس. بيتمنى تكون معانا السيده اميمه الرفاعي مربيه جلاله الملك عبد الله. يسعد صباحك. صباحك بكل خير. اجت المربيه ولا بتقول لي انه يوم الجمعه ما بيقبل يقعد في البيت لحد ما تيجي وتورجيه انه المدرسه مسكره وما فيها حدا. 7/2 شباط هي ذكرى وفاة جلالة الملك الحسين ملك القلوب، إن شاء الله رح نتناول هذا الموضوع بعناية، وأيضا كمان نتذكر الملك حسين وأيضا إنجازاته وروحه طبعا اللي ما زالت نشعر بأنها بيننا دائما. طبعا يعني العلاقة بدي أجيبها في جملة واحدة، لما رجع من أول مرة من الولايات المتحدة استقبلوا الجماهير في الشارع، كانت أمطار وكانت برد، فتحدث إلى الناس في بعض الإخوان اللي موجودين وشاف الأمطار والناس واقفة في المطر، فكان واحد بالزمانات دائما يقول جلالة الملك أنت لازم كنت تخلق مع الشعب الألماني لأنه الشعب الألماني بيقدس قياداته. فكان رده في هذاك اليوم بالذات لما شاف الجماهير في ظل البرد في ظل الشتاء متجمعين في الشوارع، سألني قال لي أخ أيمن من أفضل لي، هل هم الشعب الألماني ولا الشعب الأردني؟ حقيقة الشعب الأردني اللي خرج في تلك في ذلك اليوم ليستقبلوا بهذا الاستقبال العفوي، يعني ما ناس لا بضغط عليهم ولا بقول لهم، وحقيقة يعني هذا بيدل على طبعا محبة جلالة الملك وتقديره لهذا الشعب وعظمة هذا الشعب.